عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حابة بس في الفيديو ده ان انا اشكر كل واحد وكل واحدة وقفوا جنبي في الموقف اللي انا كنت فيه وفي الوضع اللي انا فيه وما زلت اكيد فيه. انا قريت كل الرسائل بتاعتكم، بس طبعا انا ما قدرتش ارد على كل المسجات. انا متشكرة لكل الناس اللي اترحمت على امي وما زالت بتترحم على امي وما زالت بتدعي لها. امي كانت حابه ان انا استمر في شغلي وان انا اكمل واكبر وانجح، حابه ان انا بدعمكم ان انا اكمل واستمر. فحبيت في الفيديو ده بجد ان انا اشكركم ان انتوا وقفتوا جنبي، وانا باذن الله هرجع اكمل شغلي عادي، سواء هنا على الاكونت بتاعي على اليوتيوب على الانستجرام على هاند كرافت بورسعيد وعلى الصفحه بتاعتها على الفيسبوك. هكمل شغلي وهستمر ان شاء الله عشان اكبر زي ما امي كانت عاوزاني اكبر وعاوزاني ان انا انجح. فبجد انا كنت حابة ان انا اشكركم على وقفتكم جنبي. اشكر الناس اللي اتصلت بيا وكلمتني، دول بشكرهم اكتر حتى من الناس اللي بعتتلي، بس الناس اللي كلمتني، الناس اللي جاتلي، الناس اللي حابة تيجي بس معرفتش وانا مقدرة ظروفهم. فكنت حابة اشكركم من كل قلبي بجد.